سلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ طبعا شفتوا المكان اللي انا بجيب منه الفراخ ووريتكم الفراخ واسعارها. النهارده ان شاء الله هوريكم بقى طريقه حلوه جدا جدا لسلق الفراخ، وهتطلعوا منها شوربه حلوه قوي قوي قوي، هتجربوها تعجبكم باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، شوف مقاديرنا وشوف طريقتنا مع بعض، ان شاء الله هتجربوها وهتعجبكم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندي فرخه اهي، ممكن نسلقها سليمه وممكن نقطعها، تمام؟ انا هقطعها دلوقتي. وعندي بصل وجزر وطماطم وقرن فلفل، دول طبعا هضربهم كلهم في الكبه، بس هضرب البصل لوحده والجزر لوحده وكل حاجه لوحدها. عندي طبعا ملح وفلفل اسود ورق لورا وحبهان وشويه بهارات. اول حاجه انا حاطه حل على النار من غير اي حاجه خالص تسخن على ما نقطع الفرخ. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الفرخه اهي، انا عشان لما اجي احمرها ومتحمره كلها من كل الجوانب. طبعا ده بشيله اهو، خدها بقى. ايه الفراخ دي كشطوفه شطف حلوه كمان، الرقبه محدش بياكلها. طبعا الرقبه والحاجات دي كلها بلمها وعلى بعضها، مرة كده بسلقهم وحسن بيحطهم للكلاب اللي في الشارع. يلا بقى نشوف الفرخة، نشوف هنعمل ايه. غسلت الفرخة كويس، ادي الحلة فاضية. بسم الله. افرم بقى البصله والجزره واحطهم عليها. بسم الله. ادي الجزره البصله بشرتها كويس قوي اهي، واحط دي سليمه عشان زوجي العزيز بيحب البصل بتاع الشوربه، والطماطم كمان بتتحط سليمه اهو. الجزر بقى بعمله في الكبة، بس بقطعه صغير عشان يبقى ناعم معايا. ممكن طبعا تقطعوه حتت كبيرة، تقطعوا البصل حتت كبيرة، بس انا بحبه ناعم قوي. وافرم معاه القرن والفلفل كمان. بسم الله. كلهم بقى يتقلبوا كويس قوي، وكلهم ياخدوا ويدوا بشكل ود لحد الفراخ دي ما تتحمر شويه، واكون غليت لها ميه في الكتل. حط واحده حبه، اتنين حبهان، واحده ورق لورا، واحده عود قرفه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت كام واحده ورق لورا وعود قرفه وكام واحده حبهان، رشه فلفل اسود كمان اهو، الملح طبعا هحطه في الاخر مش دلوقتي. اجيب بقى الميه اللي انا بغليها، انا بحط ميه مغليه لسبب عشان تستوي معايا بسرعه، عشان البوتاجاز بتاعي بطيء زي ما انتم عارفين اهو. وبعدين لما بتحطي ميه مغليه ما بتخليهاش انها تعمل ريم على الوش او اي حاجه، بتخلي الشوربه صافيه ونضيفه وزي الفل. لما بتبشروا الجزر والبصل فيها مع قرن فلفل بجد هتدوقوا شوربه حلوه قوي قوي قوي. انا من الناس اللي بحب شوربه الفراخ، بس بطريقتك انا بشربها. نجيب الميه بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يكفينا عذاب النار. هسيبها بقى ايه تستوي براحتها، اغطيها واسيبها بتقعد ساعه، ساعه بالظبط. اخر ربع ساعه بحط الملح بعد ساعة الا ربع ان شاء الله هرجع. بصوا هي بدأت تغلي بقى كده مع بعضها، بتاخد وتدي بشكل ودي مع بعض. وبصوا بقى الجزر بيديها لون حلو قوي للشوربة، والله هتجربها ده وانت وهتعجبكم بأمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حبايبي، بسم الله ما شاء الله لونها بقى، بصوا مش قادرة اقول لكم
ولا ريحتها، بصوا زي الفل، ولا فيها ريمه ولا فيها اي حاجه على الوش. الطماطم لما بلاقي حته قشره ولا حاجه كده بروح شايلها بالمعلقه زي الفل اهي. احط بقى الملح لسه شويه، دلوقتي كده بالظبط نص ساعه هشيلها، اسيبها بقى نص ساعه كمان، ربع ساعه واحط لها الملح، وبعد نص ساعه ان شاء الله هبقى اطفي عليها. حته تحفه تحفه تحفه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. كده فات ساعه، حطيت الملح من ربع ساعه كده، حلو قوي كده الفراخ استوت وزي الفل. هشيلها بسم الله عشان نبتدي نحمرها برضو مع بعض، ونعمل حبه شوربه كمان. بصوا بقى الشوربه بتبقى صافيه وحلوه قوي ازاي، جميله جدا جدا جدا. طبعا عايزين تصفوها صفوها، بس احنا هنخلي، انا هخلي فيها حتت الجزر والبصل دي بتبقى حلوه قوي فيها برضو. هشيل بقى انا حتى ايه عدد 2 ورق لورا هشيلهم، وحاطه 4 حبانات حبهان هشيلهم احمر بقى حبه لسان عصفور واعمل شوربه. بجد هتدوق احلى شوربه واحلى فراخ بالطريقه اللي انا وريتها لكم دي، هتعجبكم جدا 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 اهو. طبعا انا زودت هنا، زودت فرخه كمان صغننه كده، وانا بغسل فرخه لقيت فرخه كده صغننه كده شكلها مش عاجبني، رحت ايه مزودها بالمره معاها كده. تمام قوي الشوربه كده جاهزه معانا وزي الفل. طبعا عايزين تصفوها تصفوها مفيش مشكله خالص، عايزين تحطوها زي ما هي براحتكم خالص خالص خالص. محمر بقى لسان عصفور اهو يا حبايبي، حطيت حته سمنه وحبه زيت صغيرين، قادر لسان عصفور بسم الله. انا هحمر حبه كتار لان ده اكل النهارده وبكره، بكره اعمل حبه ملوخيه جنبيهم وخلاص. سيبه بقى يتحمر براحته. حبايبي لسان العصفور اتحمر اهو زي ما انا عايزه، بصوا اللون بتاعه بقى حلو قوي. نحط الشوربه بسم الله. اهي كده ايه كده واحده الايه الحبهانه الثانيه كده، لوز اللوز حته الطماطم دي كشيلها يبقى كده تمام قوي. بس كده كده لوز العنب اغطيه بقى واسيبه ايه يستوي، وهزود له لسان عصفور بس ايه شويه عشان ما يشفطليش كل الميه. احطه بقى العين التانية واحمر الفراخ على عندي. الزيت سخن، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحب الفراخ الصغيرة دي قوي جدا جدا، بحبها موت يعني، بحبش الفراخ الكبيرة. عندي بقى حبة شوربة هعمل بقى بيهم ملوخية بكرة ولا أي حاجة. هزود بقى حبة شوربة لسان عصفور لو نقص ما ينقص خالص. بسم الله بصوا حلو قوي اللون كده لسه. أحلى حاجة الفراخ تبقى مستوية قوي ومحمرة حلو. تعالي يا توتة تعالي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو يا حبايبي بسم الله ما شاء الله، بس هي كفايه عليها كده عشان ما تبقاش ناشفه، يعني الفراخ المحمره ما تتحمرش قوي عشان ما تبقاش ناشفه، هي حلوه كده منها واخده لون. خلص اللي ده حلو كده ايه دي ايه حته من الفخد ايه. بصوا اللون بتاعها حلو قوي. بس عايزه اقول لكم الشوربه يا جمالها يا جمال طعمها وريحتها، والله العظيم يا جماعه هتجربوها بطريقتي والله العظيم هتدعولي ايه. خلص بقى كله في الاخر كده، غرف طبق شوربه وارص الفراخ واقولها لكم في الاخر. بسم الله كده الزيت جاي يبرد، طبعا طفيت على الشوربه
بسم الله بسم الله. بصوا بقى الشوربة وحلاوتها، بصوا بقى عاملة ازاي الشوربة وجمالها. جربوها يا جماعة الشوربة بالطريقة دي، حلوة قوي قوي قوي. بسم الله. طبعا عايزين تزودوا مية، زودوا لو انتوا مثلا محتاجين الشوربة في حاجة. بصوا جمالها اختي عليها وعلى رقتها. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حبايبي لون الشوربة لوحده يفتح النفس. الفراخ كده جاهزة، كل اللي هنعمله في الفراخ دلوقتي هنحط عليها نص ليمونة وشوية ملح وفلفل بس اهو. بصوا الجمال بقى، بصوا الجمال، لوحة فنية يا ناس، لوحة فنية اهو. بس زي الفل كده. جربوا يا جماعة الفراخ او اللحمة بالطريقة دي، حلوة جدا جدا جدا. بصوا الشوربة صافية ما فيهاش اي حاجة، برغم اني ما صفتهاش وحطيتها زي ما هي كلها. الفراخ متحمرة كويس وبصوا دايبة اهي. بسم الله. بصوا الصدر، جربوها يا جماعة بالطريقة دي. السلام عليكم.